أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية أن الارتفاع الملحوظ في حركة تراخيص البناء الاستثمارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يعكس ما تتمتع به المملكة من جاهزية إدارية وتقنية واستعداد تام لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وذلك بالتزامن مع ما تخضع له الإجراءات من مسارات تصحيحية بين الحين والآخر لضمان سهولة إصدار تلك التراخيص. وقال معالي لدى تفضله صباح اليوم بزيارة المركز البلدي الشامل يرافقه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف، قال معاليه أن الشكر واجب لجميع الجهود التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة المبهرة والتي تجسد تنفيذا واضحا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي ترتكز جميعها على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات ومراعاة تقديم التراخيص في الوقت المناسب للحفاظ على الاستثمارات وجلب المزيد منها، التي من شأنها أن تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل المختلفة. وأعرب معاليه عن التطلع لأن يبلغ العدد الإجمالي لترخيص البناء الاستثماري بحلول نهاية العام الجاري لمستويات قياسية غير مسبوقة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ما تحقق حتى نهاية سبتمبر الماضي يعد إنجازا لابد من الاحتفاء به ومدعاة للفخر. وكانت أعداد الطلبات الصادرة حتى نهاية سبتمبر الماضي قد شهدت ارتفاعا إلى 817 طلبا مقارنة ب 570 طلبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت التكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع الاستثمارية إلى حوالي 1,350,000,000 دينار مقارنة بمبلغ يقدر بحوالي 567,000,000 دينار، إضافة إلى ارتفاع مساحة البناء الكلية إلى حوالي 4.9 مليون متر مربع مقارنة بمليوني متر مربع العام الماضي. علاوة على ارتفاع الرسوم البلدية المحصلة جراء إصدار تلك التراخيص إلى أكثر من مليوني دينار بعد أن كانت خلال الفترة نفسها لا تتجاوز مبلغ 900,000 دينار. وحتى معاليه القائمين على المركز البلدي الشامل حثهم على خلق علاقة إيجابية على الدوام مع جميع المستثمرين والمكاتب الهندسية ترتكز على التواصل البناء، وذلك من خلال الحرص على تلقي الملاحظات والسعي إلى إدماج القيم منها ضمن منظومة العمل التي باتت اليوم أكثر تكاملا لما توفره التقنية والربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من حلول عملية وسلسة. وأوضح معاليه في الوقت نفسه أن المركز البلدي الشامل يعتبر مثالا حيا للجهود الحكومية المبذولة لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على ترسيخ ثقافة خدمة الزبون والحرص على نيل رضاء العملاء أما في حدود توقعاتهم أو فيما يفوق تجاه الخدمات المقدمة لهم، وقياس مستوى ذلك الرضا بواسطة مؤشرات الحوكمة التي تراقب الأداء المؤسسي، في إشارة من معاليه إلى ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية مؤخرا من إقرار لمشروع نظام الأداء المؤسسي الذي سيجري تطبيقه خلال النصف الثاني من العام المقبل. وخلال الزيارة قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بتدشين النظام الإلكتروني المستحدث لمشروع التنسيق المسبق الذي يهدف إلى تسريع آلية دراسة الطلبات قبل وأثناء أعداد الرسومات النهائية للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وذلك من خلال توفير المعلومات والموافقات اللازمة بالتنسيق مع إدارة التخطيط تخطيط المدن والقرى التابعة للإدارة العامة للتخطيط العمراني وتسهيل تمريرها ودراستها والحصول على الموافقة التخطيطية المسبقة إلكترونيا. من جانبه أعلن سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف في عرض قدمه أثناء الزيارة أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تدرس الخيارات المناسبة لإطلاق الخدمة السريعة لإصدار التراخيص الاستثمارية ضمن خطتها لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وبما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعول عليه في تنشيط الاقتصاد الوطني. وفي ختام الزيارة توجه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجزيل الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بهذه الزيارة وعلى ما يليه معاليه من متابعة أسبوعية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية واهتمامه بهذا الملف ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية،
لافتا بأن هذه الزيارة تعكس إيمان معاليه بثقافة التقدير التي تحفز على بذل المزيد من الجهود في سبيل رقي ورفعة الوطن.